ما هو ثانيه واحده استاذ اسامه ده بيمكنهم ان هم يقدروا. ما هو ده كلام جميل جدا، بس هو دلوقتي الحكومه بتاعتنا مركزه اكتر على مساله الحد من الافراط في الانجاب او ما يسمى بالانفجار السكاني، بس هل هي مركزه بالدرجه الكافيه على مساله التدريب والتاهيل للناس دي علشان تبقى اكثر فاعليه في المجتمع؟ بشكرك على ذكائك، لان بالتحديد انا لما كنت طالب ان انا اتكلم كنت عايز اتكلم في مساله الحته دي. انا اخشى تحديدا انه يكون مساله التركيز على مساله الزياده السكانيه في مصر بهذا الشكل اللي انا بعتقد انه مبالغ فيه جدا، لان عشان اوقف الزياده السكانيه لازم في اجراءات لازم تعمل قبلها. انما انا خايف ان يكون ده لمجرد ان احنا نغطي على فشل الحكومات او سياسه حكومات كثيره جدا جت في مصر على مدى 25 سنه فاتوا ما عملتش اي حاجه، ما اجتهدتش فرصه ان احنا كنا 40 مليون. انا عايز اتكلم في المساله دي بدقه وبشكل واضح جدا عشان ما يبقاش فيها اي مبالغات ولا تهويل ولا خلاف. احنا قعدنا فتره طويله جدا في حروب من 48 لسنه 73. هذه الحروب قالت انها استنزفت مننا 100 مليون دولار في هذا التوقيت، واستنزفت مننا دماء وخلافه والكلام ده، وان ده كان اقتصاد حروب وخرجنا منها منهكين. انما في سنه 79 لحد 81 او 82 كنا وقعنا سلام حقيقه ومش حقيقي مش قضيه، انما هو سلام رسمي وموقع، وانتهت فتره الحروب بالنسبه لنا، وكان يجب انه اي حكومات تيجي بعد كده بتركز في طريقين ما لهمش ثالث، طريق الاصلاح الاقتصادي وطريق الاصلاح السياسي. تمام؟ النهارده واحنا بنتكلم بعد 26 27 سنه من هذا التاريخ، انا مش شايف انه في اصلاح اقتصادي حصل بشكل ان احنا نتناسب معانا. فلما ما حصلش ده ابتدوا يقولنا ايه؟ لا والله اصل في زياده سكانيه رهيبه جدا. لا مش هينفع كده، احنا الانطلاق دايما بيحتاج قرار، يعني انا باخد قرار. تمام؟ احنا لو تلاحظ النهارده مثلا انا في مساله انه في الخطاب بتاع الرئيس النهارده كان دعا لخطه قوميه لحد من الزياده السكانيه. انا بتفق معاه تماما في هذا الراي، ولكن خطه قوميه، كم من خطط قوميه يعني اعلن عنها في السنوات الماضيه وكلها فشلت. تمام؟ احنا دخلنا في مشروعات قوميه وفشلت. انفقنا مليارات في مشروعات فاشله. طب الحل وبالتالي لا، الحل ان لازم يكون عندك اتجاه معين. انا لازم يعني مساله الاستراتيجيه دي مش كلمه كده، دي مساله لازم اكون عارف انا النهارده عدد السكان بتاعي قد ايه، بقدر اتنبا زي ما الدكتور ماجد بيقول انه خلال كام سنه انا بيبقى عندي كذا مليون زياده. فبالتالي انا عارف المعدلات بتاعه الزياده وعارف الاعباء اللي عندي قد ايه، عارف الموارد اللي عندي قد ايه، وببتدي استثمرها الاستثمار الامثل، لان انا مش دوله فقيره الموارد زي ما يعني ما البعض بيحاول. احنا عندنا مشكله في الميه بس في دول اخرى قدرت انها تحل ميه البحر. في يعني في حلول، يعني الدنيا ما بتتوقفش. تمام؟ فبالتالي انا لازم احط لنفسي خطه استراتيجيه محدده، احط فيها الموارد واشوف انا اقدر احقق ايه في زمن قد ايه، وفي النهايه احاسب الحكومات على ما حققته. انما ما اقدرش اقول كل شويه والله لا اصل الزياده السكانيه بتلتهم مقدرات التنميه، ما ينفعش. ما ينفعش بقى، دي مساله انا عايز نتوقف عندها وناخدها بحساسيه كبيره. عايزين نتكلم في الموضوع ده اكتر الحقيقه، وعايز ارجع لك يا دكتور. طب عايز تعلق بسرعه لان في تقرير تغطيه من الشارع كده، وممكن نرجع بس لو عندك تعليق سريع. تعليق بسرعه قوي هو على الشارع، لان انا عايز ابدا اتكلم مع الناس اللي في الشارع، اتكلم مع نفسي واتكلم مع الناس الفاعلين. انا مع الحكومه، الحكومه ربنا يعينها وتعمل اللي تعمله، وبنقول عندنا فيه كثير جدا من الامور ممكن ناخده بعد حوار شاي. انا عايز يبقى كلامي بيني وبين حضرتك ومع ما شاء الله استاذ اسامه ودكتور ماجد والناس اللي بيشوفونا مباشر بعد ما ناخد التقرير بتاع الناس بتوع الشارع، عشان الموضوع مش بس حكومه. وانا عايزك تحل لي لغز كده صغير يا دكتور لو ينفع، يعني هو الفرخ الاول ولا البيضه؟ لا ده احنا هنشوف الاول الكتكوت ولا البيضه. انا اقصد اقول يعني احنا هنوفر مواردنا الاول ولا نحد من الخلفه ومن الانجاب الاول؟ انا مش عارف هو انهي مع انهي. على كل حال اسماء البطريق رصدت بعض الظواهر الخاصه بالزياده السكانيه عندنا وأعدت التقرير ده، هنرجع نكمل الحوار بعديه. الزيادة السكانية هل هي نقطة ضعف أم ثروة لم ينتبه إليها أحد؟ 78 مليون مصري يعيشون على أرض المحروسة، معذرة 87 بس من أرض المحروسة، منهم هؤلاء الذين صمت الحكومة أذانها عنهم، ومنهم هذا الرجل الذي أدرك مؤخرا أهمية تحديد النفس. 17 عيل من 2 قلتهم ازاي؟ ما انا عندي 69 سنة الوقت، عندي 69 سنة والحمد لله وصحتي كويسة وبشتغل بنفسي. الدنيا غليت ومش عارفين نعيش، مش عارفين نقف حتى ناكل عيش زي الأول، ناكل عيش زي الأول لا. ومنهم هؤلاء عندي 2، عندي محمد وعندي عمرو. أنت يعني اشمعنى جبت 2 بس؟
لا هو المفترض يعني في الظروف الاقتصادية حاليا يعني ان الواحد بقدر الامكان يقدر يرتب نفسه حسب دخله. عندي شبه وابن بنتي ومتوفي وبرضه عايش معايا. والله انا اصلا راجل على الله واخد بالك، فبجيبش اتفكر ببيعهم. والظروف النهارده ضيقه، كيلو الفاكهه اللي كنت ببيعها للزبون ب 2 جنيه وربع وب 2 جنيه النهارده بتباع ب 4 جنيه وب 5 جنيه، مش عارفين نشتغل، فسيبنا على الله. اما هؤلاء فيأملون في الرحيل من العشوائيات، لكنهم يسألون اين البديل. لا والله لو الفرصه لو جت وحددت لي اقامتي صح ومعيشي صح اخرج طبيعي، مش هطالب ان انا اقعد، ان انا اطلع بحاجه مستوى انضف واحسن، انما يجي على صحته وعلى صحه اسرتي مش هينفع ان انا اطلع بره. عايشين زينا زي اي حد بس اقل عيشه زي ما انت حضرتك شفت كده اهوت بالظبط. وبعد كده في مشكله اكبر كمان، اللي النهارده المحافظه كل يوم التاني جاي هي والاسم بتيجي مثلا على كل بيت بتقول لي انت جاي لك ازاله اطلع. طب دلوقتي اطلع فين؟ الناس النهارده معهاش انها تجيب شقه بره، ما عندهاش الامكانيات. ما حضرتك طب انا اروح فين؟ اما هذه السيده فلها حكايه اخرى. مخلفة علي ومحمد ونادية وسقطت اثنين وجيت جدتها في الاخر ولا معايا حاجة ولا بطاقة ولا ورقة ولا اي حاجة. وطلحت له هو البطاقة بتاعته بعد ايه طلح عليه ابن اخويا بقاله بتنسين كده. الزيادة السكانية ما زالت شماعة الحكومة التي تعلق عليها زيادة الاسعار. ازمة بتبقى في الحكومات وفي ازمة في الناس اللي بتحكم البلد، اللي هما ما يقدروش يوفروا الغذاء للشعب، والاسعار الزياده قوي والاجور المتدنيه، فطبعا ده مسؤوليه الحكومات، مسؤوليه الحكومه. الزياده السكانيه تلتهم التنميه وموارد الدوله لا تكفي حاجه المواطنين، شعارات ترفعها الدوله دائما متناسيه تماما تجربه الهند التي حولت الطاقات البشريه الى طاقات منتجه، والصين التي اصبحت مثالا يحتذى به في التنميه. تعال نحتذي به في مصر. أسماء البطريق 90 دقيقة قناة المحور. عايز أقول لك يا أسماء إنه إن شاء الله هنحتذي به. ما نحتذيش به ليه وإحنا صغيرين؟ أنا نفسي أسأل سؤال، عجبني قوي الراجل اللي بيقول لك أنا عندي 69 سنة وصحتي كويسة ومخلف 17، بس إيه من اتنين؟ يعني مخلف من كل واحدة حوالي إيه؟ 8 ونص. تقريبا. انا هرجع للدكتور ابو فرحه. ضربت المؤتمر كده. ضربت المؤتمر. احنا ما بنضربش حاجه، احنا الكاميرا لا تكذب ولا تتجاهل، الكاميرا بتوريك الواقع قدام عينيك. اذا كان المؤتمر مع احترامي الشديد لدكتور ماجد طبعا راجل اخ وصديق عزيز دكتور ماجد عثمان عايز يصم اذانه نشتغل زي النعام وما نقولش ان في مشكله، احنا ممكن. لا مشكله ده الدكتور بيقول على طول. دكتور محمد انت، انا بقول لك واضح خلاص يعني التشخيص حصل للمشكله، بس هو مين المستويات يعني بلاش نتكلم عن المستويات الثقافيه بس، الثقافيه والفكريه والاقتصاديه. كل التقرير جاي منين؟ يا ترى جاي من مهندسين مصر الجديده من مدينه نصر من الزمالك، ولا جاي من المناطق العشوائيات؟ من العشوائيات اللي بدات تنتج للاسف عشوائيات فكريه، عشوائيات ثقافيه وعشوائيات انتاجيه. مفيش انتاجيه. الراجل على باب الله، ربنا يا رب يرزقه ويكرمه. انا اعرف ما شاء الله ناس على باب الله مهندسين يعني عندهم فاكهه، كانوا زي ابن الراجل دوت ما شاء الله ربنا يكرمهم، وكانوا اهاليهم على باب الله بس طلعوا بانتاجيه، بقى منهم مهندسين ودكاتره، وانا اعرفهم شخصيا ناس من كبار رجال المجتمع المحترمين جدا، عندهم بدل عيل ثلاثه واربعه. بس الثلاثه واربعه يا ترى هل هو قادر يصرف عليهم كويس؟ هل قادر يعلمهم كويس يربيهم كويس؟ احنا دايما النهارده البرنامج ترى احنا عاملينه عشان نتكلم مع الحكومه ولا نتكلم مع الناس ومع نفسنا؟ الناس اللي انت شفتهم النماذج اللي شفتهم في تقرير اسماء البطريق بالظبط، من وجهه نظرك كخبير تنميه بشريه، نعم، فيهم الرمق ينفع تحولهم لطاقه منتجه فورا؟ ازاي يمكن تحولهم لطاقه؟ اول حاجه بالكلام معاهم. ثاني حاجه النهارده انا يعني كان في 17 مليون امي في البلد، نبدا نتكلم عن 17 مليون امي، لان احنا عندنا حاجه من الاثنين، يا اما ندي لهم تنظيم اسره وهو فاشل معاهم مبدئيا، وتحديد ناس هو فاشل معاهم مبدئيا، ونبدا اوجههم بفكر قومي، وانا بدعو لكل قومي وشخصي
انا شخصيا بعمل كده ومطلوب من حضرتك تعمل كده ومطلوب من الناس اللي بيشوفونا سواء متفقين او مختلفين على الوصله اللي بقت موجوده في العشوائيات بس عشان يسمعونا دلوقتي واقول له انت ازاي تنمي نفسك بتقول مش قادر اخد بيت بره والنهارده في شقق بالايجار بسعر قليل جدا بس طبعا انت بتشتغل ايه ما يعني ما اعتقدش مش بقول على مهن حلوه او وحشه او وضيعه او شديده لكن بنتكلم على المهن افرض ان هو غير مؤهل يا ترى النهارده غير مؤهل ان هو يشتغل في المحاره يا ترى غير مؤهل ان يشتغل عامل يا ترى الناس في البلد في الصعيد او في بحري عندهم العماله الكافيه الموجوده الزراعيه اللي هي مش محتاجه على فكره الاميه كان دايما بنقول ان في الريف نسبه الاميه اعلى بكتير جدا من الحضر والاميه اللي موجوده في الحضر ناتجه عن الريف او عن الهجره من الريف الناس دي اصبح عندنا عماله كافيه اللي انا عايز اقوله لحضرتك دلوقتي دكتور ماجد قاعد معانا ما شاء الله استاذ اسامه ان النهارده اجره العامل 80 جنيه ومش لاقيين عماله اصبح العامل قاعد على القهوه ان هو مش عايز يبقى فرد منتج اصلا مش بنتكلم في الاطفال اللي جايين لذلك لابد من اعاده تثقيف وتربيه لان عندنا ازمه تربويه اخلاقيه مع الناس اللي احنا بنشوفها دلوقتي هم بيطلعوا عيال وخلاص عشوائيات اذا العشوائيات ديت انتجت يعني اشتغل وانا محتاجهم انا محتاج سباك ومحتاج كهربائي ومحتاج نجار ومحتاج طبيب لان عندنا لو جبنا النسب مش هتكلم في الاحصائيات عشان ما غلطش فيها لكن احنا في مصر في طبيب لكل 70 كده بقى كافي أصبح عندنا محتاجين توجيه للكفاءات البشرية الموجودة لأن اليابان لو كنا مش عايزين نقارن مع كوريا أو مش عايزين نقارن مع اليابان أو مع ألمانيا أو مع فرنسا اليابان كانت بدأ مع مصر في وقت ما قبل الثورة وبعد الثورة وحصلت عندنا نهضة اقتصادية طب هل اليابان بعد القنابل اللي كانت بتنزل عليهم عندهم الموارد اللي نتكلم عليها بقى نتكلم على قناة السويس ولا على البترول ولا على الغاز اللي حضرتك بتتكلم ولا على السياحة ولا على السياحة ولا على الآثار اللي فيها تلت آثار العالم ولا البحر الأبيض ولا البحر الأحمر ولا البحيرات مش هنتكلم على الكلام ده ولا هنتكلم على الشمس الصافية ولا حاجة خالص هنتكلم كان اليابان عندها إيه؟ مش عندها أي حاجة غير بشر بشر لكن تم إدارة هؤلاء البشر إدارة مثلى وتقويم بفكرة قومية إيه الفكرة القومية زي النهاردة هنقول تركيا بقى تركيا قدنا يعني لكن تركيا تحولت يعني بمشروع قومي التف عليه كل الشعب اليابني طب اكلم الراجل ده ازاي اكلمه لو بيصلي في الجامع بشيخ الجامع لو في كنيسه بالقسيس في الكنيسه لو بالراجل اللي كان طالع من البلد وبقى عضو مجلس الشعب ينزل يقعد معاهم يتكلم معاهم يتكلم على المصطلح طب ما احنا عندنا احلى مشروع قومي يا دكتور ابو فرحه احلى مشروع قومي احنا كسبنا كاس الامم الافريقيه ما شاء الله يبقى جميل بس يا رب نقدر نستمر احنا احسن نعمل مشاريع قوميه في الكوره مظبوط رائع يا ريت يا ريت نشجع ابنه بنروح بال 120,000 فلسطيني يا ريت ما بنعملش مشروع خامي ليه يا استاذ اسامه في المونديال هي المشكله مش عايز اكون كئيب ما تقسوش يا جماعه لا ما بقاش فوز لا انا عايز اتكلم في المساله دي بشكل مهم هي الناس اللي طلعت من العشوائيات واللي اتكلمت دي انا مش عايز اكون متحامل بهذا الشكل ولكن اصلا الدوله او الحكومه بشكل عام هي تركت العشوائيات طلعت في غيبه الحكومه فبالتالي انت عايز تروح تتكلم معاهم اذا كان هو المباني بتاعتهم طلعت من غير ما انت تعرف من غير ما تاخد من غير ما تبص فبالتالي هتروح تتكلم معاهم ازاي انت ما ركزتش في بيوتهم ما عملتلهمش حل لمشكله السكن هو هيسمعك وكلمت اسامه هي الفكره هنا ايه الفكره انه اولا يجب ان يكون هناك فرحه بيتهم الناس اتهام مباشر لا انا ضد ده بالكسل لا بالكسل ان احنا محتاجين تغيير الثقافه بتاع الشعب تغيير الوعي علشان اللي قاعد بيقول لك هو محتاج سباك يمليته ب 80 جنيه هو السباك بدل ما يروح يشتغل قاعد على انا ضد ده تماما لانه في مشكله خطيره جدا حاصله في مصر يعني مثلا محافظه سوهاج ويمكن الدكتور ماجد يعني يوافق على هذا الكلام انه محافظه سوهاج هي من اكثر المحافظات الطارده للسكان لانها محافظه فقيره جدا هي اكثر محافظات الصعيد فقرا وهي في نفس الوقت ما فيهاش يعني اي فرص عمل متاح تمام فبالتالي هي بعيده عن مجال الاستثمار تمام فبيحصل ايه مش زي اللي عنده ايراد ولا كام سهم ولا بتروح بيعهم وجاي قاعد هنا بقى على نواصف عباس العقاد وكليه البنات ومش عارف ايه وبتاع يقف الصبح قاعد حاطط اجنه ومش عارف ايه وبتاع قدامه قاعد عامل كده عشان لما حد يعدي عايز يكسر حاجه عايز يعمل مش عارف ايه شغال باليوم بدون بيشتغل مره في الشهر وبيعيش عليهم بقيه الشهر طب انا الفكره هنا انا عايز اقوله باختصار يعني انه انا ما اقدرش ان انا اظلم الناس دي لانها لم تجد الفرص المناسبه عشان تتكلم